بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بسنته وسار على نهجه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا عبر هذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث، وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله بابا من أبوابها له أهميته، وهو باب الرد، وهو لغة الصرف والإرجاع. يقال رده ردا بمعنى أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة عن الإسلام لأنها رجوع عن الدين الصحيح. والرد في اصطلاح الفرضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم، وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن الكريم ومرتبا للورثة بنوعيهم أصحاب الفروض والعصبات. فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة فالحكم واضح، وذلك بأن يعطى ذوي الفروض فروضهم، وما بقي بعدها يعطى للعصبة، وإن لم يبق شيء سقط العصبة عملا بهذا الحديث الشريف. وإن وجد عصبة فقط أخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم. وإنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي، فهنا قد اختلف العلماء رحمهم الله في مصرف هذا الباقي على قولين. القول الأول أن الباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال عندهم. ومن أدلة هذا القول أولا قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأصحاب الفروض من ذوي الأرحام وقرابة الميت فهم أولى بماله وأحق به من غيرهم. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فهو لورثته، رواه البخاري ومسلم. وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت، ومنه ما تبقى بعد الفروض، فيكون أصحاب الفروض أحق به لأنه مال مورثهم. ثالثا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعوده من مرض أصابه: يا رسول الله، لا يرثني إلا ابنة لي. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حصر الميراث في ابنته، ولو كان ذلك خطأ لم يقره. فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب، وهذا هو الرد. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهذه بعض أدلته. والقول الثاني أنه لا يرد الباقي على أصحاب الفروض، وإنما يصرف لبيت المال، ولا يزاد أحد على فرضه الذي قدره الله له، وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا أن الله سبحانه فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه،
فلو قلنا بالرد لتجاوزنا ما قدره الله، وهذا لا يجوز. ثانيا، أن المواريث توقيفية لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث بالرأي فلا يجوز. وما استدل به القائلون بالرد يمكن أن يجاب عنه بوجه عام بأنها نصوص مجملة فسرتها النصوص التي فيها بيان مقادير أنصباء الورثة، فلا تدل على جواز الرد. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق. والراجح والله أعلم هو القول بالرد، وذلك لأمرين: الأمر الأول قوة أدلته، ولم يكن مع من خالفه ما يساويها. ثانيا، من حيث المعنى، فإن أصحاب الفروض أحق من بيت المال في أخذ ما بقي بعد الفروض من مال مورثهم، فحرمانهم منه ميل وجنف، ومعارضة لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وتقدير الفروض في كتاب الله لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها إذا كان هذا الإعطاء لسبب آخر. ألا ترى أن قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لا يمنع أن يأخذ الأب زيادة على السدس مع البنت مثلا، وذلك بجهة التعصيب. وكذا قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لا يمنع أن يأخذ الزوج ما بقي بعد النصف إذا كان ابن عم لزوجته أو مولى لها. وكذا الأخ من الأم يأخذ ما بقي بعد السدس إذا كان ابن عم، وهكذا. فتقدير النصيب لأحد الأقارب بالفرضية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية لدليل آخر، والله أعلم. وعلى هذا القول الراجح، فالذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام، فلا يدخلان في عموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين، إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد، ككونه عصبة أو كونه ذا رحم، فأعطاه من أجل ذلك لا من أجل الرد، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من أحكام المواريث، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.